أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية نزاهة عن مباشرة 490 جولة رقابية من خلال الشهر الجاري. في بيان للهيئة، أعلنت الهيئة أيضاً عن التحقيق مع 411 متهماً في قضايا جنائية وإدارية، بالإضافة إلى إيقاف 65 مواطناً ومقيم، منهم 48 موظفاً من مختلف القطاعات الحكومية مثل وزارات الدفاع والداخلية والعدل وغيرها، وذلك إثر تورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير. أضافت الهيئة أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لحالتهم إلى القضاء. كما دعت هيئة نزاهة إلى حماية المال العام والحفاظ عليه والإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات.